مرة تانية بحدثنا عن كرة القدم والحقيقة في الفترات الأخيرة ناس كتيرة جدا كانت متضايقة حتى لو هم مش من الإسماعيلية، ولكن فكرة إن النادي الإسماعيلي بقيمته الكبيرة يكون بيعاني، يكون متدايق جدول الترتيب، يكون بيخسر مباراة ورا مباراة، الوضع العام ما كانش يعني بيسعد عدد كبير من جماهير كرة القدم المصرية، بالرغم إن هم مش شرط يكونوا بينتموا إلى الإسماعيلية. الوضع اتحسن إلى حد كبير، الكابتن حمزة جمل عامل يعني نتائج مميزة مع الفريق وقادر إن هو يكون بيخرج بيهم الى حد كبير لبر الامان الاسماعيلي في المركز ال 13 برصيد 32 نقطة. يعني لو فضل ماشي بالشكل دوت يقدر ان هو يكون بيحافظ على التواجد طبعا في الموسم اللي جاي. بينضم الينا الكابتن اسامة خليل، طبعا واحد من نجوم نادي الاسماعيلي السابقين. يا كابتن اسامة صباح الفل على حضرتك ومنورنا. اهلا بيكي، اهلا بيكي، ان شاء الله تكوني بخير. مريهام واميره، صباح الخير يا كابتن أسامة. صباح النور، صباح النور، أهلا بحضراتكم. طيب حضرتك، أنا عايزة أبتدي مع حضرتك يعني بالإسماعيلي وبيعيش حالة دلوقتي في الفترة الأخيرة مختلفة تماما عن بداية الدوري، انتعاشة كده وعودة سلسلة الانتصارات في آخر جولتين أمام الجونة أمام مصر المقاصة. الإسماعيلي بيفوق مع كابتن حمزة الجمل، بيقدم مردود إيجابي بيسعد جماهيره، الدراويش بتروح وراء الإسماعيلي في كل مكان وهو ما بيخذلهمش دلوقتي. تعليق حضرتك إيه على أداء الإسماعيلي في الفترة الأخيرة؟ لا، هو زي ما حضرتك ذكرت حقيقة النادي الإسماعيلي تاريخ كبير، وأنا دايما أشبهه بسهم البورصة. السهم لما بيبقى أصوله قوية بتحصل له طفرات، بينزل حتى أدنى مرحلة ليه، حتى بنسميها مرحلة القاع يعني، لكن لما تبقى الأصول قوية فبيبتدي بياخد نقطة انطلاقة مرة تانية ويبتدي يصعد تدريجيا لمكانته الطبيعية. هو ده الإسماعيلي. الإسماعيلي تاريخ كبير، تاريخ ذو أصول قوية، تاريخ كبير عند محبة الجماهير المصرية والعربية، فبالتالي كان الوضع غير طبيعي بالنسبة لأسلوب أداء الإسماعيلي في السنوات الماضية وخاصة هذا العام. لكن طبعا كل التحية وكل التقدير لجماهير النادي الإسماعيلي العظيمة، لأن جماهير نادي الإسماعيلي طبعا ومن يعمل فنيا داخل النادي الإسماعيلي من مدربين، طبعا أنا أتصور إن هم الحمد لله يا رب مازال الطريق طويل، ولكن على الأقل بنبتعد تدريجيا من مرحلة الخطورة. فزي ما ذكرت حضرتك إن الإسماعيلي يعود مرة أخرى إن شاء الله، وما زال الطريق أمامه كبير حقيقة. طيب يعني يا كابتن أسامة، كابتن حمزة الجمل نجح في وقت كان صعب جدا، الكتير كان بيشكك، والقصة بتاعت مدير فني أجنبي دايما بتكون هي اللي في الأذهان ومسيطرة، ولكن برضو بنشوف كوادر الأندية اللي بينتموا للفريق اللي بيبقوا حاسين بالمسؤولية اللي الجماهير بتبقى مرتبطة بيهم برضو بيكون ليهم دور كبير جدا. فتعليق حضرتك على دور الكابتن حمزة مع الفريق، وإلى أي مدى برضو شايف إن هو يستحق الفرصة إن هو يفضل كمان شغال مع الفريق ويبني معاهم لمواسم جاية؟ لا، هو ما فيش شك ان كابتن حمزه لما اجي اتكلم بلغه الارقام والاحصاءات ما فيش شك انه عامل شيء رائع جدا داخل النادي الاسماعيلي بالنسبه لعدد مرات الفوز بالمقارنه بعدد مرات لقاءات النادي الاسماعيلي مع الانديه المنافسه. فبالتالي لما اجي اتكلم منطقيا طبعا كابتن حمزه الجمل يعني يؤدي اداء كويس في هذه المرحله، وأنا أتصور أن الإسماعيلي محتاج إعداد نفسي أكتر منه إعداد بدني. بدليل إيه؟ أن إحنا النهاردة نفس اللعيبة اللي للأسف الشديد كانت تؤدي مبارياتها وحدث الإخفاق وتزيلهم لجدول المسابقة، هم نفس اللعيبة اللي بيلعبوا النهاردة وبيفوزوا علشان خاطر يوصلوا من المركز للمركز ال 13 وإن شاء الله العاشر والسادس حتى يعود الإسماعيلي مرة أخرى إلى المراكز الأولى. ده معناه إيه؟ معناه أن اللاعب هو هو، ولكن المطلوب هنا إزاي أحفزه نفسيا وإزاي أطلع طاقاته بأسلوب فني وبأسلوب يتماشى مع قدراته وطموحات النادي الإسماعيلي وطموحاته الشخصية. خلي بالك بعد إذن حضرتك، النهاردة احنا بنتكلم على الإسماعيلي، هو الإسماعيلي بينافس مين؟ الإسماعيلي بينافس أندية
للأسف الشديد تواجدت في الكرة المصرية باسم الاستثمار. النهاردة هو يلعب فاركو. فاركو كلنا نعلم ان دي شركة أدوية. لما اجي اقارن تجربة بايرن ميونخ الألمانية، لان بايرن دي برضو شركة أدوية عالمية كبيرة، ولكن اقترن اسمها باسم مدينة، يعني هنا الخدمة العامة بالنسبة للمفهوم العام للاستثمار العام بالنسبة لفايدة المدينة وبفايدة البلد ككل، هنا أقدر أقول أن هذا المسمى اسم بايرن على ارتباطه بمدينة ميونخ هنا في فايدة كبيرة جدا. تعالي بقى عندنا هنا للأسف الشديد لما أجي أتكلم على فاركو، هو فاركو بيفيد مين؟ ليست لديه أي قاعدة سكانية يقدر على الأقل يوظف إمكانياته ويخدم المجتمع اللي هو عايش فيه، ولكنها شركة خاصة. وبالتالي ما حدث الآن أن هذه الشركات الخاصة لقت أن هناك فجوات كبيرة في الكرة المصرية وفي مسألة إعداد هذه الفرق والمشاركة في المسابقات الكبيرة بتاعت الكرة المصرية على حساب الأندية الشعبية. فبالتالي لما أجي أفكر فيها من ناحية المنطق، الإسماعيلي مدينة الإسماعيلية، مدن القنابل كامل محبته عند جماهير كبيرة في كرقعة جغرافية كبيرة في الوطن، فبالتالي هو يخدم قطاع كبير جدا من المواطنين المصريين. فهنا أهمية المحافظة على هذا النادي الشعبي الجماهيري هو خدمة للمجتمع. لا لما اجي مع احترامي الشديد بقى للانديه زي فيوتشر، زي فاركو، زي بيراميدز، زي الانديه اللي ظهرت في السنوات الاخيره دي، هنا على حساب الصالح العام للكره المصريه، لان اهم هدف من اهداف الفيفا بالنسبه للاتحادات الاهليه هي تطوير وانتشار اللعبه في هذه الدول. هل لما اجي النهارده افكر على المستوى المحلي، هو فاركو هيخدم مين؟ فاركو بيخدم بالظبط صاحب المصنع بتاع فاركو واعضاء مجلس اداره طبعا فاركو. يعني ولكن لو هنتكلم فنيا اكتر يا كابتن يا كابتن اسامه، وهو دعم كبير للنادي الاسماعيلي، نادي جماهيري ونادي صاحب تاريخ كبير وكل الانديه الشعبيه والجماهيريه، ولكن النهارده على المستوى الفني مباراه الاسماعيلي وفاركو بتشوفها ازاي؟ وخصوصا ان فاركو يعني الطريقه الدفاعيه اللي بيظهر بيها مع نونو الميدا في الفتره الاخيره واضحه جدا، وهو من اكتر الفرق اللي قدرت تحافظ على النظافه الشباك. فكلمنا عن الرؤية الفنية لهذا اللقاء. لا حاضر يا مريم، أنا عارف إنك ذكية جدا، وطبعا ما شاء الله عليكي. ندخل في لب الموضوع. حضرتك قلتي إن فاركو فريق دفاعي، أورايت. هنا معناه الإسماعيلي النهاردة بيقابل، وأنا بشبهه فاركو ده زي ملاكم بينزل في حلبة الملاكمة وهو مهيئ تماما ان ياخد ضربات، بدليل انه بيلعب مدافع على طول، وبدليل ان هو في 28 مباراة دخل فيه 18 مباراة. هنا معناها ايه؟ معناها ان الاسماعيلي اذا لعب مهاجما فيجب ان يهاجم ويهاجم ويهاجم بضراوة. ليه؟ لان لما الملاكم اللي هو فاركو النهارده اللي نازل علشان يتعادل او يخطف هدف بيتعب من 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 كتر الضربات او من كتر الهجمات عليه، لابد ان يدخل فيه هدف. فبالتالي الاسماعيلي النهارده في وضعيه، الاسماعيلي تاريخ، الاسماعيلي يلعب ليهاجم، الاسماعيلي يعرف كيف يفوز. فبالتالي لما اجي اقارن الفرقتين فنيا، طبعا هقول لك فاركو اشترى لعيبه بملايين، عنده فلوس تمام، لكن هل هذه الأموال أموال محطوطة في الوضع السليم لخدمة الكرة المصرية، ولا هي لخدمة أفراد ولخدمة لعيبة ولخدمة مجلس إدارة ورئيس مصنع اسمه فاركو؟ ولكن بس الأندية دي يا كابتن، خليني كابتن أسامة معلش أنا مش عايزة أقطع كلام حضرتك، ولكن خليني برضو يعني لا بالعكس أقول لحضرتك إن الأندية دي إدت قوة للدوري، بدل ما كنا بنشوفنا فريقين أو ثلاث فرق. لا إدت قوة طبعا قوة. انت حضرتك دلوقتي النهارده عندك فريق زي فيوتشر النهارده بينافس في المربع الذهبي، ما كانش موجود خالص، اللعيبه اللي موجوده فيه بتشارك مع منتخب مصر، يعني انا مش بتكلم على مستوى الفريق فقط لا غير. عند حضرتك ده انا بتكلم بعيدا عن الانديه الجماهيريه اللي حضرتك بتكلم عليها، ليها كل الاحترام طبعا، وانديه ليها تاريخ واسم كبير، بس انت النهارده لا بتشوف اسماء جديده بتنافس، بتشوف في قوه، بتشوف كل فريق مش عايز يخسر. انت امبارح عندك البنك الاهلي ومصر المقاصه، كل فريق مش عايز يسيب نقطه،
للفريق اللي قدام منه، ما بقاش بقت محسومه طيب على فريقين او اتنين بعينهم وبقى الهبوط محسوم من بدري، لا مختلف الامور. ممكن ارد على حضرتك؟ فضل. ممكن ارد على حضرتك؟ اتفضل. هنا هقول لحضرتك، انا طبعا مع كل الانديه، وانا كاحد ابناء هذه اللعبه يهمني جدا ان انا اشوف عدد كبير من الانديه ومن اللعيبه موجوده لتطوير الكره المصريه، لكن انا بتكلم على ايه؟ انا بتكلم على اسلوب اداره وتسيير الانديه المصريه بما يخدم المجتمع المصري. حضرتك دلوقتي بتقولي لي فاركو وفيوتشر والانديه اللي طلعت جديده دي كلها بتنافس بقوه، هي بتنافس مع مين؟ يعني خلينا نتكلم بالمنطق، فين منتخب مصر النهارده؟ اديني دلاله على ان منتخب مصر منتخب قوي، اديني دلاله على ان منتخب مصر ما قدرش يوصل. احنا مش هنحجمهم يا كابتن، هنتفرج عليه بعد 3 4 شهور. لا مش هنحجم، بس الاسلوب غلط. ما هو لازم مش مساله ان انا معايا فلوس واشتري من مصنع واشتري العالم كله بقى صناعه كره قدم يا كابتن اسام. طيب خلينا نرجع لك، بس مش بالشكل ده. لا معلش خلينا ارد على حضرتك، انا اديت مثل ببايرن ميونخ. بايرن ده اسم كبير عالميا، اسم شركه ادويه عالميه، لكن هو ارتبط بمين؟ ارتبط بمدينة كبيرة اسمها ميونخ في ألمانيا. هنا أفاد المجتمع ككل وطور اللعبة ككل. لكن تعالي، هو فيوتشر ده فين جماهيره؟ ولا فاركو فين جماهيرها؟ ده كل ده على حساب ايه؟ على حساب مدن القناة، إسماعيلية، بورسعيد، السويس، أسوان، الرقعة الجغرافية. وجهة نظر حضرتك تحترم أكيد هنا. ولكن احنا عايزين نرجع تاني فنيا، خلينا ناخدك لنادي جماهيري آخر، نادي الزمالك. هل الزمالك احترم؟ معلش أنا حبيت لا تحترم طبعا، عليكي بس. الزمالك اقترب من حسم لقب الدوري زي ما يعني كل جماهير الزمالك بتقول، لا لسه ماتش اتنين، والبعض شايف ان الاهلي بعد بشكل كبير جدا. هل حضرتك شايف ان هو فعلا اقترب؟ بدون شك انا اعتقد ان خلاص البطوله في تصوري من الناحيه الفنيه اصبحت في ميزان نادي الزمالك، والزمالك حاليا يعرف كيف يستثمر اخطاء الاهلي. الاهلي وصل لمرحله كبيره جدا بيسموها دومينيتر، يعني فريق دومينيت ايفريثينج. ده ضر النادي الاهلي، لما النادي الاهلي النهارده عنده لوبي اعلامي، وعنده لوبي في اتحاد الكره، وعنده لوبي مع الجماهير، واصبح لا ينافس الا نفسه. طب ما هي النتيجه ايه؟ النتيجه ان المستوى يسيء، النتيجه ان النادي الاهلي النهارده وصل لمرحله هي كانت كومبيت، مش قادر يتنافس ومش قادر يلعب مع الفرق المنافسه. ليه؟ لان لاعبته على الاقل اصبح عندهم رقم واحد تشبع مادي. تشبع مادي هنا بالنسبة لي لاعب كرة القدم قمة السقوط أو بداية السقوط، فبالتالي ما أصبح مفيش حافز ومفيش قوة دافعة بحيث إن هي تعطيه دوافع جديدة علشان يتألق داخل الملعب. اللي أوجد كل هذا هي أخطاء النادي الأهلي. ليه؟ لأن هو حب يستقطب كل اللعيبة الكويسة أو معظم اللعيبة الكويسة في مصر، يدفع وبسخاء بالنسبة لأسعار اللاعبين، وهنا علامة استفهام، أين الرقابة؟ فين الرقابة على الأموال اللي بتدخل النادي الأهلي عشان يشتري بيها لعيبة؟ يعني إيه النهاردة إن أنا عندي ميزانية مليار ولا 2 مليار جنيه في ضد أندية يدوبك الميزانية بتاعتها 70 و80 مليون جنيه سنويا؟ هنا غياب العدالة اللي بيدفع نتيجة كل هذه الأخطاء مفيش شك هو النادي الأهلي. النادي الأهلي عليه أن يعيد حساباته مرة أخرى، ويعود مرة أخرى لعصر صالح سليم، لما كان في شفافية، ولما كان في منطق، ولما كان في نوع من التوازن في الكرة المصرية، وكان في متعة. أنا يعز عليا النهاردة أن النادي الأهلي يطلع بيان، وبياناته كتيرة جدا للأسف الشديد، ويقول لك أنا مش هلعب الدوري إلا بالأشبال، أو أنا مش هشترك في مسابقة كاس مصر. على أي أساس الكلام ده يتقال؟ طبعا هذا خطأ ضار للكرة المصرية وضار للنادي الأهلي، ولكن هنا هروب من الواقع. الواقع بيقول إيه؟ الواقع بيقول أن الأهلي أخطأ كثيرا في السنوات الماضية، وأخطأ بسياسة الاستحواذ، لأنه وصل لمرحلة لا يلعب إلا نفسه ولا ينافس إلا نفسه، فبالتالي الزمالك استثمر الفرصة. طب ما الزمالك النهاردة بيلعب بأشباله، طب إيه المانع؟
ولكن ده ذكاء برضه. عشان كده طبعا ازاي ممكن النادي الاهلي يكون بيستفيد حتى من فكره ان يكون في شباب وناشئين صغيرين بيشاركوا في الفترات اللي جايه. ده طبعا بناء على البيان اللي ظهر من ايام قليله من داخل مجلس اداره النادي الاهلي. يا كابتن اسامه دايما بتنورنا. كابتن اسامه خليل طبعا واحد من نجوم نادي الاسماعيلي السابقين كان معانا، ويعني رؤيه كده خاصه للكابتن اسامه بكل ما بيدور داخل منظومه كره القدم المصريه، واكيد ما زال الحديث بقيه مشاهدينا ولكن بعد هذا الفاصل.